انزلي فاطمة. يلا روحوا كلوا، أنا ماني جوعانة. ما بيصير، أنت صار لك كم يوم ما أكلتي شي. انزلي، أخوك زعلان مشانك. ألو، إيه حضرة المساعد، شو صار؟ كتبتوا كتابكم؟ إيه خلاص زوجناهن ومشي الحال. منيح، اليوم رايحين مثل ما وعدتك على اسطنبول، وأنا أمنت لهم تكت الطيارة، يعني ما عاد عنا مشكلة. يا مصطفى، عم احكي لمصلحتك يا ابني. ما بيستاهلوا تدمر حياتك مشانهم. ايه ما بيستاهلوا، ما دام خانتني معناتها هي ما بتستاهل. يلا انساها اخي، احسن شيء ترجع لشغلك وتنسى اللي صار. لو كنت تزوجتها هلا كانت سببت لي مشاكل كثير. معك حق، الله تطلع بوشك لانك طيب. فكرك يعني ما راح تنال جزاتها ابني؟ الله كبير، صدقني ما راح يتركها. المهم هلا انه انكفونا شرهم، ما بدنا اي وجع راس. راح اخذه لمصطفى على بودروم عمو امين. بتروح ما هيك مصطفى؟ راح اتصل بالريس واستاذنه لك. الجو بجنن ببودروم، منروح مننبسط شوي. حلو كثير، خلينا نروح. ابني حيان، اصحك تترك مصطفى لحاله. معقول اتركه عمو امين؟ رح اضل معه. انا بعرفه لابني بيكون حاقد عليهم لساته، خايف يسمع كلمه من حدا ويتضايق. بلي ضايع عليك، دير بالك عليه منيحه، لا تخلي خالد حدا. اي مصطفى، استنى، لوين رايح؟ ليكو غافلنا وهرب. شفت كيف تضحك علينا؟ خلينا نلحقه عمو امين قبل ما يعمل له شيء عمله. خليني اخبر حضره المساعد. اطمن لك، انا رايح ادور عليه. ماشي. يسلموا. ونحن تفاجئنا بالروح على اسطنبول، ما كنا محضرين حالنا لهالشي. فاطمة ما بدها تروح، اتركوها. لك شو انت ما بتفهم يعني؟ إذا ما راحوا رح يموتوا هون، شو ما سمعت شو قال حضرة المساعد؟ بدك أخلف وعدي لرئيس المخفر أنا؟ الزلمة عم بيحاول يهدي الوضع وعواض ما نساعدهم خرب له الدنيا. بس لو حملتوا حالكم وبعدتوا عن الضيعة بتحموا حالكم. والعالم بتحكي بالقصة شوي، وما عنه عن رح ينسوك. سيد منير،
قديش بدها الطيارة لتوصل اسطنبول؟ يعني حوالي ساعة تقريباً، ما بتطول كثير. كل الضيعة عرفت بالقصة، الله أعلم شو عم يحكوا. أصح كنت تحكوا شي لحدا، حتى لو سألوكن قولوا نحن ما بنعرف أي شي. معناتها منستعجل شوي، كله بسرعة وخلونا نقوم. إن شاء الله تكون دبرت لنا بيت نعيش فيه باسطنبول. تركي هالموضوع علي، رح جهز لكم كل شي. خلينا ننزل بشي أوتيل هلا، لبين ما تلاقي لنا شي بيت هني. ماشي لا تاكلي هم، بس خلينا نأمن على فاطمة وكريم بالأول وبعدين كل شي بينحل. ليك رح طالع لك باسبورت كريم. أصلاً ما بياخد أكثر من يوم واحد، وإنت لا تأكل هم أي شيء، أنا بساوي الإجراءات. شو باسبور ما باسبور؟ رح يسافر يعني؟ بده يسافر، هيك اتفقنا. وليش أنا ما عندي علم بالموضوع؟ لك ميسر، أنت شو دخلك بهيك أمور؟ هاي الجواز مؤقتة وبعدين كل واحد بيروح بحاله. شو أنت بدك تخليها ملحوشة بخلقتي؟ إلا عيني، يعني رح ضلني حاملة همها؟ ما هيك اتفقنا سيد منير، فاطمة ما عاد حدا يقدر عليها، أحسن شي تروح مع جوزة. بكفي مرت أخي مشان الله، أنا ماني رايحة ولا لمحل، ما بكفي دمرتوا حياتي، شو بدكم مني؟ أخذتوا قراركم وأجبرتوني وافق عليه، لا بقى تطلبوا مني أي شي تاني، عملت اللي بدكم إياه، اتركوني بقى بحالي. قال رح يسافروا لبرات البلد، يعني رح تضلي لحالي؟ خليه ينقلها، ما بدي منه شي، أنت بس تتركيني لحالي، بعرف شلون دبر راسي. ايه امي شوفي، واخيرا قدرت اوصل لك. انا اسف موبايلي كان مسكر. اي مريم الحكيمه، ما شو صار معكم؟ تزوجتوا؟ الو، صار يلي صار، شو فينا نساوي؟ أنا ما رح أسألك شو ناوي تعمل أو شو رح يصير، لأني مو حابة أعرف أي شي عنك أبداً من هون وطالع، عم تفهمني؟ طالما مشيت ورا بيت رجدان وقضيت على مستقبلك ومستقبلها معك، يعني شو مستني مني إلك بعد كل اللي صار؟ عليه؟ نعم. وين بيت الست مريم الحكيمة؟ اللي وراك. أنا ما عاد أزعل على أي شيء ابني، بعد اللي صار ما في شيء بيسوى. أمي سكري بعدين بحكي معك. ما في شيء بنحكى فيه، خلاص اللي صار صار، ما ضل أي شيء نحكي. المفروض من هون وطالع تحطها على كبراسك ولا تعذبها للبنت معك ابني، ماشي؟ بكفي العذاب اللي عانته المسكينة، عم تسمعني؟ أنا اللي لقيتها ملحوشة على الأرض، لهيك بعرف العذاب اللي تعذبته. شو معترى، الله يكون بعونها، حسرة عليها. كريم شوفي يا جبال. أمي شو صاير؟ كريم! ألو! شو في كريم؟ ما بعرف،
بتعمل هون؟ رحلت له، رحلت له لألواطي. شو عمل لك؟ عم تسألي شو عمل؟ يهدى شوي. انتي سوت عيشتكن والله. والله ما رح خليكن تتهنوا يا كلاب. إليك بدك تخبري لابنك إني رحلت له وما رح أتركه. أكيد صاير معه شيء. بدي تخبريهم أنا ما رح أتركهم أبداً، رح أقتلهم بإيدي. انقلع من هون. صدقيني رح يتمنوا الموت، رح خليهم يبوسوا إيدي ورجلي لأقتلهم وريحهم. انقلع عسلك. موتهم رح يكون على إيدي أنا. ردي أمي ردي. لك اهدى شوي لك كريم. انت خلاص. رح أقتله وحياة الله لأقتله. انقلع. يلا روح. يا عالم حوني ساعدوني يا عالم. لك ساعدوني. عملك روح من هون. رح اتركه. ما رح اتركه. ما رح اتركه. يلا اطلع. ما رح يتهنوا. يلا روح من هون. شوفي انتي منيحة مريم؟ شو صاير لها؟ شكله مجنون. منو هاد؟ وشو كان بده منك بالله؟ انتو روحوا بترجاكن انا بدي ابقى لحالي. يلا روحوا. ردي. ألو. أمي شو صار؟ أصحك تجي لهون. أصحك ابني. عم قلك شو صار؟ قال إنه بده يقتلك. إجا يدور عليك. قصدك مصطفى؟ إيه كان هون من شوي. كسر وطبش وما ترك ولا غرض على حاله. عم يتمرجل عليكي؟ كريم مشان الله هروب. الزلمة ناوي لك على الشر ابني. أنا هلأ جاي ورح فرجي. شو ابني أنت ما عم تفهم؟ عم قلك الزلمة جانن وحالف إنه يقتلك. لا تيجي. أمي قلتلك رح أجي وخليه يساوي اللي بده إياه. حاجتنا خوف. أنا جاي عطيع اليوم. كريم حلفتك براس المرحومة أمك. لا تيجي بضايع عليك كريم. عم قلك الزلمة بده يقتلك. انت ما شفت شلون كان شكله؟ كان مثل المجانين والشر بعيونه. ما ترك غرض بالبيت ما كسر لي اياه. أزاكي امي شي؟ لا تخاف ما صار لي شي. هو كان بده اياك انت. بده يقتلك انت وفاطمة. قال انه ما رح يترككم تتهنوا. لا تجي لهم. اسمعني اذا ما بتهرب ابني انا ما بسامحك ابدا. سمعتني كريم؟ فكر فيني شو رح يصير لي. والله بموت. اصحك تفكر ترجع لهون اذا كنت بتحبني عن جد. دير بالك على حالك ابني. هرب بسرعه ولا ترجع. يلا روح. الو الو لوين؟ تركني بهمي. مصطفى هاجم على بيتنا ومكسر كل البيت على راس امي. انا راح اشوف شو بده. نسيان شو قلنا لك؟ راح يقتلك اذا شافك هنيك. خليه يقتلني ويريحني من القصه. ما عاد فارقه معي ابدا. اصلا ما ضل كتير راح تخلص من هالهم. انا ما راح اهرب لمكان ماني متحرك من هون. يا بيقتلني يا اما انا بطلع بروحه. بس انا ما فيني اعيش هيك ابدا. حاجه بقى كريم. لا تروح. خلينا نروح اسطنبول. فاطمه انا من هاللحظه هي صرت مرتك ومجبور تحميني.
بشرفك لا تبكي. لا تبكي مثل صغار لمعي. يا الله ميسر، فاطمة رايحة، أختي رح تروح. وحياة الله غصب عني. أعرف إذا ضلتي هون بتموتي. مصطفى ما رح يتركك. بتصدق إنه الموت بالنسبة لإلي راحة؟ بس خايفة على مصطفى كتير، وبجميع الأحوال الناس رح تحكي من وراي. شو سوي لهم يعني؟ ما طلع بإيدي شي، خليهم يقولوا عني وسخة. مو مهم، يقولوا عني فلتانة، يقولوا عني خاينة. أصلا مصطفى مثلهم، خليه يكرهني مو فارقة معي، المهم ما يصير له أي شي. أختي حبيبتي حبيبتي حبيبتي، أصلا بعرف قديش أنت نظيفة وطاهرة من جواتك. أخذوا كل شيء، موتوني بالحياة، أخذوا روحي وأخذوا شرفي وأحلامي، سرقوها، سرقوا مني كل شيء حلو أنا حلمت فيه. لا تنسي إنه أنت اللي ما سمعتي كلامي، لهيك الله عاقبك على عنادك، فهمتي؟ اسمعني، أصحك تترك البنت باسطنبول لحالها. ما بتعرف بجوز تروح على الشرطة وتحكي لهم كل شيء، وقتها بتضيع حالها. حاجة تهزل لي براسك هيك، ما بتعرف شو ممكن يصير. من هون ورايح بدك تدير بالك عليها كتير مني. خلي عيونك مفتحة. ها شو بدك تعمل باسطنبول؟ عدولكن هلأ كم يوم شي أوتيل منشوف. تعرف على اسطنبول؟ رحت لها شي من قبل؟ ايه تمام. يلا شرف، وصار وقت الطيارة، يلا خلصونا قوموا. منيح انه كريم ما كان موجود، منيح انه راح. شو هالحالة هاي؟ تعرفي منيح انه ما اذاكي، بس لا تخافي يا بكرة لما تطلع الجريدة الصباح رح نضرب ضربتنا على المزبوط، رح نفضح كل شي سووا ولاد رشدان، اطمني. ما تكون كثير متفائل معلم غالب. ها قد ما كانت ضربتك محبوكة ما رح تأثر على رشاد رشدان، أنا متأكدة إنه رح يلفلفوا الموضوع مثل كل مرة. بس هالمرة ما رح يقدر، بكرة بتشوفي إن شاء الله.
انت عدي تركي من ايدك، انا بكفي الباقي لحالي. تعي عدي. طمني. الموضوع خلص يا صهري، كريم وفاطمة تزوجوا وصاروا هلأ باسطنبول. تمام، حلو كتير. بس هيك يا صهري؟ يسلموا منير، بتشكرك كتير. أنا ما رح أنسى لك هالمعروف أبدا. ولو يا صهر، أنا متأكد من هالشي. أبدا لا تأكل هم، ما رح أقصر معك. وحياتك، أنا ما بدي شي غير إني شوفك مروق ومبسوط. ساعتها أنا كمان بنبسط. في أي أخبار عن خطيبة للبنت؟ لك إيه، زعبر له شوي بس. فيك تقول زوبة على الفنجان، لا تشغل بالك، بدبره أنا لهالزلمة. يلا برجع بتصل فيك. الله معك يا صهر. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. هاي محلاتنا. من وضع الأمتعة في الأماكن المخصصة لها أو وضعها في المكان المخصص لها على الكرسي أمامكم وربط حزام الأمان وإبقائه مربوطاً طول فترة الرحلة. كما يرجى التأكد من إطفاء جميع الأجهزة الخلوية والحواسب المحمولة وجميع الأجهزة الإلكترونية التي بحوزتكم. كما يرجى من جميع الركاب وضع الأجهزة الخلوية في وضع الطيران طول فترة الرحلة. نرجو من السادة الركاب الامتناع عن التدخين طوال فترة الرحلة. توجد أعلى كل مقعد سترة نجاة يجب استخدامها عند الطوارئ. كما يوجد مخرج طوارئ النجاة في حال حدوث أمر طارئ. شكرا لتعاونكم، نتمنى لكم رحلة موفقة. شفتك متلبكي، حبيت ساعدك. ما طلبت منك تساعدني ولا بدي منك أي شيء. أنت واحد من الأربعة اللي اغتصبوا، يعني رح تضل عدوي طول ما أنا عايشة. مصطفى، صار لي ساعة عم دور عليك. ليش جاي وراي؟ شو بدك؟ اسمعني مصطفى، امك تعبان كتير واسعفوها على المشفى. بلا هالحركات. والله انا ما عم كذب عليك، المسكينة مفكرة انك رايح تقتل الشاب. ضلت تبكي بعد ما رحت لحتى غطى قلبها. اتصل ابوك وخبرني بهالشي.
هو الثاني كمان قلقان عليك كثير مصطفى، حاجة تزعلهم لأمك وأبوه. مصطفى رايح على المشفى ما؟ أنا قلت له لكريم يهرب وما يرجع لهون، بس أنت بتعرفه عنيد كتير. أنا خايفة عليه من مصطفى، حالف ليقتله، بس بيني وبينك معه حق، الزلمة حياته تدمرت من وراه. هي كمان نزعة؟ لا تبكي، أحسن له ما يرجع لهون، خليه يروح يأسس حياة جديدة هنيك باسطنبول. تعي تعي. ايه وبعدين معيك؟ كريم المسكين عاش كل حياته لحاله، وانا رح صير وحيدة من بعده. انت مو لحالك، أنا وين رحت والكل بالضيعة بيحبوكي كتير كمان، هنن ما رح يتركوكي لحالك، لا تخافي. لا تكوني خايفة من مصطفى، لا تخافي ما رح يأذيكي طالما أنا موجود معك هون، ما بيحسن يقرب لك، لأنه مشكلته مو معك، مشكلته مع كريم، وكريم ترك كل الضيعة وراح، لا تخافي. أنا ماني خايفة على كريم يا معلم غالي، أنا مقهورة لأني ما تخيلت إني أخسره هيك فجأة. مالي مقتنعة، مو متخيلته يتعدى على عرض العالم بهالطريقة هي. أول مرة بيتركني من يوم ما إجا عاش عنا، كان هو اللي مصبرني لما ماتت أمي وتركتني. ما حسيت إني وحيدة أبدا، هي أول مرة بصفي لحالي يا معلم غالي، بشعر بالحزن، هاي أول مرة بيصير معي هيك. انتو ارسان جداد، الف مبروك. عندنا غرفة بلكونتها على الشارع، ما في غيرها، رح اعطيكم اياها. ما بقعد معك بنفس الغرفة. قديش اجرة الغرفة؟ كم ليرة رح تقعدوا؟ قلت لك ما بننزل بنفس الغرفة. ليك اتركني. اسمعيني منيح، انا ماني مبسوط بهالقعده معك ولاني معجب فيكي، بس مجبور، فهمتي؟ ما بيصير اتركك بغرفه لحالك، لازم تصبري هالكم يوم. لا صبري لحتى يجوا اهلك بيستلموكي مني، وبعدها بتروحي وين ما بدك، ما دخلني. بس هلا ما رح اتركك لحالك ابدا. الله ياخدك.
آمين. إذا منضل ثلاثة أيام قديش؟ ليلة بألف وخمسمية. اطلع الطابق الثاني على ايدك اليسار، الغرفة رقمها 215. شكرا لك. تحركي. مصطفى. ايه ماما. ليكيني انا جنبك هون ماما. مصطفى. ايه ماما. انت منيحة؟ منيحة بشوفتك. والله اذا صار لك شيء انا بموت يا ابني. طمني ما رح يصير لي اي شيء امي. مشان الله وعدني، وعدني انك ما رح تقرب منهم ابدا. الله يصطفل فيهم ويجازيهم على عملتهم اللي عملوها. اصحك تقرب منهم ابني، مشان الله وعدني ما تعملها. والله ما فيني اوعدك يا ماما. اذا بتعزني ابني وعدني. ما فيني اوعدك، ما فيني اوعدك بهالشي. بترجاك حبيبي اتركهم الله يصطفل فيهم. ما فيني، مستحيل اتركهم. افهميني، ما راح ارتاح قبل ما انتقم لشرفي منهم. ما فيني، بترجاك اعذريني. مصطفى تركي، لا تترجي، لا تتعبي حالك معه، خليه يعمل اللي براسه، هو اللي بيتحمل نتائجه مو نحن. والله انا ما رح سامحك يا ابني، برضاي عليك لا تقرب منه. شو بدي ساوي هلا؟ ما معي شاحن. انت خليكي هون، انا رح فوت كفي الباقي جوا. الو كريم. ايه اهلين امي، بيجوز يخلص شحن موبايلي. طمنيني عنك. تركك مني هلا، انت وينك وشو صار معك؟ نحن باسطنبول. انت ومين؟ انا والبنت. هي موجوده عندك؟ طيب وين نزلتوا؟ نزلنا باوتيل مستني ليجوا اهلها، راح يجيبوا اغراضهم ويجوا. معك مصاري ابني؟ ايه معي. منلك المصاري؟ بعدين بحكي لك. طيب انت شو ناوي تعمل هلا ابني؟ امي خلص شحن موبايلي، سكري وانا بعدين بحكي معك. كريم. الو. انطفى موبايله. قال هو باسطنبول مع فاطمه، قاعدين بأوتيل.
الحمد لله طمنت عليه. مرحبا. أهلين. بدي شاحن للموبايل. تكرم. بس بدي جربه إذا ما عندك مانع. فيك تجربه. أنا رح أشحنه شوي بالأول. أنت أعطيني الموبايل لو سمحت بشحن لك إياه. شكرا لك. ليكو عم ينشحن. إيه نحن اشترينا مركبين تانيات ورح نضمهم للمجموعة تبعنا. إيه طبعا رح يطلعوا على رومانيا. لا سميح بيك بزعل منك. ها ليش امتى قطعتك او تركتك بنص الطريق؟ معقول هالحكي؟ ايه طبعا طبعا. اكيد اكيد. ايه رشاد بيك بيعزك كتير وكلنا بنعرف طبيعة العلاقة بينك وبينه.
اي سميح بيك، بس لا تواخذني، اشاني اتصال كتير مهم ولازم رد. برجع باتصل فيك. يلا مع السلامة. اهلين، الله معك. الو. مرحبا. اهلا وسهلا، كيفك كريم؟ هلا كنت عم فكر اتصل فيك، شو صار معك؟ ولا شيء، انا باسطنبول. مو معقول. من شوي وصلت وبدي احكي معك. اي ضروري طبعا نقعد ونحكي، بس اليوم مشغول كتير. نلتقي بكره؟ لازم هلا. انت وينك؟ انا رح اجي لعندك.